بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والبركات، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس دورة تعلم استخدام الحاسوب للمبتدئين، الدورة المقامة بواسطة شبكة الكفيف التقني العراقي. طبعا أخذنا عدة أغراض بالدروس الماضية، وبالدرس السابق تحديدا أخذنا بداية الكتابة، عرفنا شلون نكتب، شلون نفتح المفكرة، وشلون نكتب الحروف العربية، وأيضا الحركات التشكيل والهمزات العربية، وعرفنا شلون نحفظ الملف وما إلى ذلك. يعني عرفنا بعض الشيء عن الكتابة. اليوم إن شاء الله راح تكون محاضرة خفيفة جدا عليكم، ونحاول إنه ما نطول بيها. اليوم راح نتعلم الأحرف الإنجليزية، ترتيب الأحرف الإنجليزية، كتابة الأحرف الإنجليزية بالسمول والكابيتال اللي هي معروفة الأحرف الكبيرة والصغيرة. أيضا راح نشوف علامات الترقيم بالنسبة للأحرف الإنجليزية، إنه شلون أكتب علامة استفهام مع اللوحة الإنجليزية، وين ألقى الدوت اللي هي النقطة، وين ألقى الكوما اللي هي الفاصلة، وين ألقى الداش اللي هي القاطعة، وهكذا. تمام. حاليا أنا مفاتح مفكرة، راح نستعرض الأسطر وحسب الأسطر اللوحة الإنجليزية. راح نبدي من السطر الأول من الأسفل من الجهة اليسرى، اللي هو يحوي الأحرف، اللي هو يبدي بالشيفت. وإذا تنقلنا المفتاح الأول على الجهة اليمنى من الشيفت، الشيفت الواقع مثل ما قلنا، من الجهة اليسرى من تحت الكيبورد، يعني السطر الثاني من الجهة اليسرى بعد الكنترول والمسافة وكذا، الشيفت، بعدين حرف همزة على الياء. طبعا حرف همزة على الياء راح يمثل باللوحة حرف الزت، همزة على الياء، زين، همزة على الياء سوق علينا ما كتبنا. اكو موضوع قبل ما نتناول اي حرف انجليزي، اللي هو تحويل اللوحة. حاليا انا عندي اللوحة تكتب عربي، شوف خالٍ، كلها أحرف عربية أكتبها. أريد أحول أكتب أحرف إنجليزية. الاختصار بكل بساطة يتم بضغط مفتاح الألت مع مفتاح الشيفت، مثل ما قلنا نثبت أصبعنا على الألت ونضغط الشيفت. الإنجليزية الولايات المتحدة، الولايات المتحدة، بس الإنجليزية الولايات المتحدة. هسه حاليا اللوحة عندي تكتب إنجليزي. قلنا الهمزة على الياء اللي هو راح يمثل لنا حرف زي، زي هنا الناطق لفظة زي، هو هذا حرف الزيت، راح يمثل لنا حرف الزيت. تمام. اللي بصفه على الجهة اليمنى، طبعا راح امشي بالكيبورد، اللي بصفه الزيت اكس اكس، بعدين سي سي، بعدين في بي في، بعدين بي بي، بعدين ان ان، بعدين ام ام. انتهت احرف هذا السطر. اذا نكمل زي اكس سي في بي ان ام، فاصلة، هاي الفاصلة اللي هي الكوما. تمام. اصغر من، اذا نضغطها مع الشيفت اصغر من تمثل علامة الاصغر من. اذا اتحرك بعد الفاصلة راح اشوف نقطة، نقطة، النقطة اضغطها مع الشيفت اكبر من، صارت شنو اكبر من، علامة الأصغر من والأكبر من، الليفت براكت وكذا. تمام. راح أتحرك بعد قاطعة، قاطعة، القاطعة اللي هي تكون آخر ما يمثل السطر هذا من أحرف، تكون بجانب الشيفت الأيمن. إذا أضغطها مع الشيفت شو راح تكون؟ استفهام، استفهام. إذن هاي علامة السؤال أو الكوستشن مارك باللوحة الإنجليزية.
هذا فيما يتعلق بالسطر الأول. نعيده بسرعة. الزت اللي هو الهمزة على الياء، بعدين يتبع الاكس اللي هو الهمزة على السطر، يتبع السي اللي هو الهمزة على الواو، يتبع الفي اللي هو حرف الراء، يتبع البي اللي هو اللام ألف، يتبع الان اللي هو الألف المقصورة، يتبع الام اللي هو التاء المربوطة، يتبع الفاصلة اللي هو الواو، يتبع النقطة اللي هو الزاي، يتبع القاطعة تمام، واللي تفيدنا بكتابة القاطع القاطعة هي نفسها أو ضغطها مع الشيفت حتى تكون لنا علامة سؤال أو استفهام. السطر الثاني، راح أصعد للسطر الثاني اللي هو يبتدي من الكابس لوك. كابس لوك راح ناخذها بعدين، راح أتهمنا هنا. بعد الكابس لوك راح أشوف حرف أي زين، أي اللي هو مثل لنا حرف الشين اللي بصفه بعده S اللي هو يمثل حرف السين. اتحرك بعد اللي بعده D اللي هو يمثل حرف الياء. اتحرك اللي بعده، طبعا انا اصفح الكيبورد تباعا، السطر هذا تباعا من اليسار لليمين. F اللي هو يمثل حرف الباء اللي علينا تو. اتحرك G اللي هو يمثل حرف اللام. بعد H اللي هو مثل حرف الألف. تحرك J اللي هو مثل حرف التاء اللي بي نتو أيضا. تحرك K اللي هو يمثل حرف النون. تحرك L اللي هو يمثل حرف ال ميم. تمام، هذا آخر حرف عندنا بهذا السطر. اتحرك اشوف شنو العلامات، بقى علامتين قبل الانتر، اشوفهم ASDFGHJKL فصلة منقوطة، عندي هنا فاصلة منقوطة، نقطتين فوقيتين، ومع الشيفت تكون نقطتين فوقيتين اللي هي الكولن. تحرك بعد apostrophe. الابوستروفي، وعندي باي وي شيفت تكون تنصيص. هذا فيما يتعلق بسطر الكابس لوك، وقلنا الكابس لوك نرجع لها بعدين لامر اهم جدا بيها. السطر الأخير اللي هو اللي يحوي على الأحرف اللي هو يبتدي بالتاب. بعد التاب ايش عندي؟ Q اللي هو يمثل حرف الضاد. بعدين يعني احنا قلنا نكمل الكيبورد تباعا من اليسار لليمين. W اللي هو يمثل حرف الصاد. بعدين E اللي هو يمثل حرف الثاء. R اللي هو يمثل حرف القاف. T اللي هو يمثل حرف الفاء. Y اللي هو يمثل حرف الغين. U اللي هو يمثل حرف العين. I اللي هو يمثل حرف الهاء. O اللي هو يمثل حرف الخاء. P اللي هو يمثل حرف الحاء. طبعا اكيد تعرفون الفرق بين ال P وال P. هذا اخر حرف بهذا السطر. نشوف العلامتين اللي بقت اللي هي مهمات جدا اعتبرهم. فتح قوس مربع، عندنا فتح قوس مربع، اذا نضغط مع الشيفت فتح قوس مزخرف، صار فتح قوس مزخرف. اتحرك دال في مثل غلق قوس مربع، غلق قوس مربع، اضغط مع الشيفت غلق قوس مزخرف، غلق قوس مزخرف. طبعا هاي العلامات ما تهمنا كلنا بقدر ما تهم اللي يكتبون بالقواطع والفاصلات أو جماعة البحوثات والمايكروسوفت أوفيس. هاي بالنسبة للأحرف. هسه نجي للكتابة. طبعا أنا ما راح أتناول شلون أكتب إنجليزي على اعتبار أنا من نايد أكتب إنجليزي طبعا أعرف. اللي راح أتناوله إنه افتراضيا الكمبيوتر حيكتب لي small. زين، أنا أريد أبتدي الكلمة بحرف capital او اريد اخلي حرف كابيتال شو وقت ما اريد. شو انا اكتب كابيتال؟ عندي طريقتين. هنا أنا ممكن اضغط ام مثلا، نجرب ام شنو كتبها؟ سمول. هسه هو ام اذا اكتبها كابيتال شو اسوي؟ اخلي ايدي على مفتاح الشيفت، اثبت اصبعي على الشيفت، اكتب ام ام سمعنا هذا الصوت،
صوت الصفير يدل على انه هو ده يكتب كابيتال ام. تمام هذا الصوت زين. لا انا ايد اكتب هذا الحرف بدون ما اثبت ايدي على الشيفت، ايد اكتبه كابيتال، او ايد اكتب عده احرف كابيتال وما اريد اثبت ايدي على الشيفت، اقول لك اي ممكن. نفس مفتاح الكابس لوك اللي عنيناه للان في دي اي، راح اضغط مرتين كابس لوك تشغيل، كابس لوك تشغيل. بعد ما خليت الكابس لوك تشغيل يعني ضغطت عليه مرتين بسرعه حتى صار تشغيل، حاليا اي حرف اكتبه بدون ما اثبت ايدي على اي مفتاح راح ينكتب تلقائيا كابيتال. شوف ام نسمع هذا الصوت او تمام h a m m e d محمد مس صدخ. شوف كتبه ننتقي تعطيل على هذا الصوت تمام ن ام او h a o. وهكذا اريد الغي ارجع اكتب سمول او الغي السالفه هذه انه يكتب كابيتال، ممكن يتعرض بالباسورد، ممكن بعض الوردز اللي ما اريدها تظهر بالصيغه الكابيتال. راح اضغط على الكابس لوك مرتين من جديد، كابس لوك تعطيل، صارت شنو كابس لوك تعطيل. هذا ما يخص الاحرف الانجليزيه. اكو اعداد احنا تناولناه بدرس ال NVDA الثاني يخص الموضوع هذا، ايضا راح اروح وراح اذكر به. الاعداد هذا هو المسؤول انه يخلي ال NVDA ينطيك تنبيه انه انت تكتب حاليا حروف كابيتال. وين هذا الاعداد؟ راح اروح الى اعدادات الصوت، ونذكركم اذا نريد نروح لاعدادات الصوت اما نروح من التفضيلات وبعدين اعدادات الصوت، او نستخدم الشوركت اللي هو الاختصار السريع شوركت كي، انه نثبت اصابعنا على الكنترول والان في دي اي ونضغط على حرف الفي اللي هو حرف الراء حتى نصير اعدادات الصوت اعدادات الصوت. تمام راح اتحرك بالتاب، سرعه القراءه حده الصوت مستوى الانتقال عندنا الخيارات اللي يتمنى هسه الانتقال مستوى الاعتماد على الوقت نسبه حده النطق للاحرف الكبيره تحرير 30 محدد مستوى حده النطق. هسه احنا حده النطق ما نحتاجها، انه يتغير صوت الناطق وانت تكتب حروف كبيره ما اعرف احس شيء مقرف. نتحرك ترديد كلمه كاب عند الحروف الكبيره مربع تحديد غير محدد، عندنا ترديد كلمه كاب انه انت تكتب كابيتال، انبهك اقول لك كاب مجرد ما نحدده اي حرف كبير انت راح تكتبه كابيتال راح يقول لك كلمه كاب وبعدين يقول لك الحرف، يعني اكتب ام يقول لك كاب ام كاب يو كاب او. اتمنى تكون الفكره واضحه. عندي هذا الخيار وعندي خيار ثاني، طبعا هذا الخيار ممكن احدده وممكن لا، ترجع لحريتك الشخصيه. صفير عند الحروف الكبيره مربع تحديد محدد، صفير عند الحروف الكبيره اللي هو سمعناه من شوي، هاي العلامه اللي سمعناها من شوي واحنا يعني كنا نكتب احرف كابيتال. فعند يعني عندك الحريه للاختيار، اما تريد تكتب او تريد تعرف انه انت تكتب كابيتال من خلال انه ينبهك يقول لك كاب او لا ينطيك صفير، هذا الشيء راجع لك. هاي الخيارات اللي تهمنا هنا وانا تناولتها بس حبيت اذكر بيها. ايضا راح نتناول، احنا عرفنا شلون نحفظ النص، راح اتناول نسخ موضوع، انه انا عندي موضوع اريد انسخه شلون اقدر انسخه او انسخ بعض منه تمام واحفظ اللي نسخته وبعدين اعدل عليه. شلون ممكن نسوي كل هاي الاكشنز او الاجراءات؟ انا طبعا فاتح موضوع بالانترنت راح اروح نشوفه. الوسواس القهري، فاتح موضوع اللي هو الوسواس القهري. ما هو الوسواس القهري؟ ما هو الوسواس القهري؟ اثنان اعراض، ثلاثة الاسباب وعوامل الخطر، اربعة مضاعفات، خمسة التشخيص. تمام هسه هو بدأ يقرأ، احنا شلون نقرأ؟ بالسهم الاسفل. ستة العلاج، رسم تعبيري الوسواس القهري او الاضطراب الوسواسي القهري obsessive compulsive هو نوع من الاضطرابات المرتبطة. ها طبعا الوسواس القهري اكيد معروف عند الكل،
حاليا هسه انا اقرب السهم بدون مشاكل. زين اريد انسخ، اريد انسخ مثلا هذا التعريف، اريد انسخه. عندي عدة طرق، اما انسخ سطر باكمله او عدة اسطر، او لا ممكن انسخ كلمات، او لا احب اقرأ كأحرف. زين هسه ناخذ اول جزئية اللي هو انه انا اقرأ كأحرف. شلون اقرأ كأحرف؟ انا حاليا واقف على الكلمة هذه، مثبت الماوس عليها، راح اضغط الهوم الف. شوف قال لي الف. زين اتحرك بالسهم الايمن، لام واو سين واو الف سين مسافة الف لام قاء هاء راء ياء. هسه انا اذا اقرا حرف حرف بدون مشاكل. هذا فيما يتعلق بالاحرف. زين انا فاتح مفكره او فاتح رساله سكايب او فاتح اي مكان قابل للتحرير، واريد انسخ يعني عبارات محدده من هذا النص واوديها على هذا المكان. تقول لي ممكن؟ اقول لك ممكن، انت هنا عندك الحريه بنسخ ما تشاء. زين راح نتناول نسخ كلمات وبعدين نتناول نسخ الاسطر. حاليا انا مثبت على هاي الكلمه، راح اضغط الهوم الف. تمام، اثبت اصابعي على الكنترول والشيفت واتحرك بالسهم الايمن. الوسوس محدد، بدا ينطيني كلمه كلمه ويقول لي محدد. اللي يقول لي محدد يعني هاي الكلمة سدت النسخ. أنا أبقى مثبت أصابعي على الكنترول والشيفت وأتحرك بالسهم الأيمن. القهري محدد أو محدد، الاضطراب محدد، الوسوسي محدد، القهري محدد، أبسسف محدد محدد. زين هسا أنا نسخت ثلاث كلمات أو أربعة أو كلمتين أو يعني اللي أريده، اللي أريد أخليه بالمفكرة هذه. شلون أنسخه أو حددت يعني ثاني اللي كنت انه اخلي اصابع على الكنترول والشيفت واتحرك بالسهم الايمن، كان يقول لي محدد محدد، انه انا بديت احدد الكلمات هذه حتى شنو حتى انسخها. هسه انا حددت الكلمات اللي اريدها، شلون انسخها؟ طبعا احنا عرفنا اختصار النسخ من المحاضرات اللي راحت، فراح اضغط الكنترول مع حرف السي، الكنترول مع حرف الهمزه على الواو. طبعا خلص انه ارفع اصابعي عن شيفت والكنترول والسهم، ما احتاجه بعد. هذا اختصار. تم النسخ الى الحافظة. تم النسخ الى الحافظة. هسه هنا عندي الكلمات اللي نسختها، ممكن اخليها بالمفكرة، بس قبل ما اخليها بالمفكرة راح اعطيكم اختصار حلو. انه انا نسخت شيء واريد اتاكد انه هو منسوخ لو لا، شنو اللي اسوي؟ راح اضغط اختصار برنامج الـ NVDA اللي هو الكابس لوك احنا قلنا، فراح نضغط الكابس لوك وحرف ال سي اللي هو الهمزة على الواو. اضغط NVDA وهمزة على الواو. الوسوس القهري او الاضطراب الوسوسي القهري ابسسف. شوف قرالي اللي اني ناسخ، خلاص انه تأكدت انه اني ناسخ. راح تحرك بالالت والتاب، اني فاتح مفكرة معينة بدون عنوان المفكرة. تمام، قلنا عندنا طريقتين للسق، اما انه اضغط على مفتاح السياق، سياق قائمة، وانزل بالسهم، تراجع قصر نسخة لصق لصق، اضغط على اللصق ويلصق بدون خال. هسه نتأكد انه هو بدون شيء، ما مكتوب بشيء. او اضغط الشورت كات كي المفتاح السريع اللي هو كنترول مع حرف الراء اللي هو حرف الفي. Pasted selected items from clipboard. اشوف هسه الوسوسي القهري او الاضطراب الوسوسي القهري ابسسف. زين هسه هذا النسخ. تمام، اريد انسخ اسطر. تم، ممكن اقول لك ايه ممكن. الوسوس القهري او الاضطراب الوسوسي القهري obsessive compulsive هو نوع من الاضطرابات المرتبطه. انا هسه رجعت على الموضوع وراح ابدي انسخ اسطر من الموضوع. قلنا اخلي اصبعي على الهوم، اتاكد دائما اخلي اصبعي على الهوم حتى اكون على اول حرف الف. الف، زين هنا شنو اللي راح اسوي؟ راح اضغط على الشيفت وحده، اثبت اصبعي على الشيفت وانزل بالسهم الاسفل. الوسوس القهري او الاضطراب الوسوسي القهري obsessive compulsive هو نوع من الاضطرابات المرتبطه محدد. ها
بس هذا سطر نسخته قال لي محدد. أظل مثبت على الشيفت. أنزل. بالقلق أنزعري تتميز بأفكاري ومخاوف غير منطقية وساوسية تؤدي إلى تصرفات قهري. الأشخاص المصابون محدد. زين هذا السطر ثاني محدد راح أنزل. باضطراب الوسواس القهري يكونون أحيانا واعين لحقيقة أن تصرفاتهم الوسواسية هي غير منطقية ويحاولون محدد تجاهلها أو تغييرها، لكن هذه المحاولات تزيد من احتدام الضائقة والقلق أكثر، وفي المحصلة فإن التصرفات محدد القهرية هي بالنسبة إليهم إلزامية للتخفيف من الضائقة، وقد يتمحور اضطراب الوسواس القهري في أحيان محدد. زين هسه نفترض أنه أنا اكتفيت بهاي الأسطر وأريد أنسخها أو أريد أكمل الموضوع، بقت هاي إلك، بس إحنا نسري التجربة وما نحب نطول بالموضوع. مثل ما قلنا احنا هسه حددنا هاي الاسطر اللي نريدها، خلاص نرفع ايدنا من الشيفت والاسهم وغيرها ونضغط على مفتاح الكنترول وحرف همزه على الواو حتى تم النسخ الى الحافظه ينسخ. خلاص نسخت واغلق الموضوع بعد ما اريد بدون عنوان المفكره. ارجع للمفكره بدون عنوان المفكره وقلنا نلصق بالطريقه اللي نحبها. انا دائما افضل اختصارات، فراح اضغط الكنترول مع حرف ال را. Pasted selected items from clipboard. هسه راح يعني بالمفكرة راح أصعد بكنترول هوم أقرأ. الوسواس القهري أو الاضطراب الوسواسي القهري obsessive compulsive هو نوع من الاضطرابات المرتبطة بالقلق anxiety تتميز بأفكار ومخاوف غير منطقية وساوسية تؤدي إلى تصرفات قهري. الأشخاص المصابون باضطراب الوسواس القهري يكونون أحيانا واعين لحقيقة أن تصرفاتهم الوسواسية هي غير منطقية ويحاولون تجاهلها أو تغييرها، لكن هذه المحاولات تزيد من احتدام الضائقة والقلق أكثر، وفي المحصلة فإن التصرفات القهرية هي بالنسبة إليهم إلزامية للتخفيف من الضائقة، وقد يتمحور اضطراب الوسواس القهري في أحيان. تمام هذا اللي نسخناه كل أقرأ. نجي لموضوع التعديل. طبعا عندنا التعديل على نوعين، أحيانا نوعين أيضا أعدل فتح حرف معين، احيانا لا اريد اكتب بالاخير، احيانا اريد اعدل كلمه، احيانا اريد اكتب بالبدايه قبل هذا اللي نسخته يكون يطلع اللي كتبته. زين وهكذا، فراح نتناولها واحده واحده. طبعا احنا افتراضيا ممكن بالهوم نصعد الف، هاي احرف تحرك بالسهم الايسر لام واو سين واو الف سين. تمام نقدر نصفح بالأحرف. زين هسه احنا عندنا اول كلمة اللي هي الوسواس. الوسواس هذه اريد احذفها اكتب غيرها. شلون راح اقول لك؟ الموضوع سهل، راح اضغط الالف الف واخلي ايدي على الشيفت وامشي بالسهم الايسر وايدي على الشيفت. الف محدد لام محدد. شوف بدي اقول الاحرف اللي ذا حددتها. ومحدد سين محدد ومحدد الف محدد سين محدد. خلصنا كلمة الوسواس. هسه انا مجرد ما حددتها ممكن اكتب وتنزال هذه الكلمة وكتبت يطلع المكتوب بمكانها بما انه انا محدد. راح اكتب مثلا الوهواس القهري، بس الوهواس على اعتبارهم مكتوب القهري واحنا حددنا الوسواس. راح اكتب هسه اتش جي GH سوي اللوحة عربية ألي لا و ها و ألي سين. شوف هسه صار الوهوس القهري أو الاضطراب الوسواسي. شوف طبعا يعذرون يا جماعة السايكولوجي. عموما زين بالنسبة لي تحديد كلمة أضغط على الهوم ألف وأضغط على الكنترول والشيفت وأتحرك بالسهم الأيسر. الوهوس محدد. شوف بدأ يحدد لي كلمة القهري محدد. زين حدد الوهواس القهري راح ارجعها ثاني. بمجرد ما حددتها قلنا نقدر نكتب ويخليها مكانها. راح اكتب الوسواس القهري الف تم لا واو سين واو الف سين يا. زين الوسواس القهري او الاضطراب الوسواسي هذا فيما يتعلق ب التعديل. زين أريد أكتب بالأخير، شلون؟
بكل بساطة اضغط على الانت خال خالي قال لي اضغط انتر. من ضغطنا انتر خلاص احنا تركنا سطر، احنا عرفنا هذا الشيء. بعد اقدر اكتب هسه هنا، نكتب بالاخير مثلا هاي الشيء، نكتب مثل موضوع يخص علم النفس. لا مين لا فابسين، شوف موضوع يخص علم النفس. تمام صار بالاخير ورا هذا، ونقدر نحفظه مثل ما اتعلمنا. يتبقى لنا جزء وحيد يخص المفكرة، وهو انه انا عندي كتاب يعني بفصول، عدة فصول او صفحات كثيرة داقرة بالمفكرة، واريد يعني اترك هذا الكتاب وارجع له بعدين، فاريد اعرف ثاني وين ثاني داقرة هذا الكتاب مثلا. سادسا التكليف بمعنى ان يكون بالغ عاقلا. وصلت لهذا السطر، شلون اعرف الصفحة جيت؟ راح اضغط الاختصار كنترول مع حرف الجي اللي هو اللام الف. الانتقال الى السطر محاورة، رقم السطر تحرير 15 محدد. هسه انا داقرة بهذا الكتاب وصلت للسطر 15، زين ممكن احفظ هذا الرقم اللي هو 15. هسه انا حفظت 15، انا وصلت للسطر 15 سطح. راح ارجع للكتاب هذا من جديد، اغلقته الثاني الطريقة الطريق مسألة ثلاثة لاحوط ترك طريقي الاحتياط، زين اضغط الاختصار من جديد اللي هو الكنترول واللام، كنترول وحرف الجي. الانتقال الى السطر محاورة، رقم السطر تحرير 6 محدد. هسه انا السطر 6، ادوس ديليت خال حتى يمسح، واكتب 15 1 5 اضغط انتر. الجزء الاول المفكرة تحرير متعدد الاسطر. سادسا التكليف بمعنى ان يكون بالغ عاقلا. شوف رجعني لنفس المكان اللي كنت بي. طبعا هذا اللي حبينا نتناوله بهاي المحاضرة تكملة لموضوع المفكرة وما يتعلق بالمفكرة. أتمنى يكون الشرح واضح، وإن شاء الله ما طولنا عليكم، ولأي استفسار احنا بالخدمة، وانتظرونا دائما، هاي الدورة راح تحفل بكل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.